السلام عليكم وأهلا بكم في الحلقة الرابعة من تغطيتنا للذكرى الخامسة للتصدي لرتل القدافي. يمكن القول إن ما يعرف بعملية الكرامة يمثل أبرز عناوين الثورة المضادة التي من فكت طيلة الأعوام الخمسة الماضية يحاول إرجاع النظام السابق الذي حاول قمع الثورة في مارس 2011 بإرسال رتل الموت إلى بنغازي. فقد شهد 19 من مارس وما تلاه من الأيام تلاحما غير مسبوق بين أبناء المدن الشرقية. في المقابل حققت الثورة المكتسبات طيلة سنواتها الأولى، لكن خليفة حفتر لم يرق له ذلك، فحاول الانقلاب على الثورة بعملية عسكرية سماها الكرامة لا يخفى على الليبيين، فشلها حتى الآن، حيث قاومها الثوار كما قاموا الآلة العسكرية النظام السابق الذي تهاوى تحت ضرباتهم. يعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمداً. تحيي الحركة التحام جماهير الثورة الشعبية مع طلائع الجيش الليبي والأجهزة الأمنية التي هي نفس القوات التي قدمت إلى بنغازي قبل 3 سنوات. ثورة 17 فبراير حملت وما زالت تحمل الكثير بين ثنايا الثورة، فثورة بين مد وجزر، بين من ما زال متمسكا بها وبين من انحاز لمخطط الثورة المضادة التي ما فتئت تنتهز الفرصة لتعلن عن بدء عملية أكلت الأخضر واليابس، عملية خطط لها ودبر لها من خارج الوطن، ونفذت تلك المخططات على أراضي ليبيا ليعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن بدء مخطط انهيار الدولة الليبية. المزيد في سياق التقرير التالي. عقود أربعة حكما أثناءها القدافي ليبيا بيد من حديد، حتى اندلعت ثورة الشعب في 17 فبراير منطلقة من مدينة بنغازي التي حاول القدافي أن يقمعها بالرتل المشهور في 19 مارس. حضر على منه انتهت العمليه العسكريه 48 ساعه وينتهي كل حاجه، خلاص قواتك دخلت الى احنا على مجرى بنغازي، اي حضر جوي هذا كله توليت يعني. في الوقت الذي تلاحم فيه شباب المنطقه الشرقيه للذود عن مدنهم ضد القمع والكبت، تنادت مدن اخرى حتى انتصرت بمقتل القدافي واعلان تحرير البلاد. مكتسبات عده تحققت في السنوات الاولى للثوره، ابرزها الانتخابات الحرة ومنسوب الحريات العامة الذي شهد اتساعا، إضافة إلى ملامح التعافي التي بدت على البلاد بعد إزاحة القدافي وأجهزته. إلا أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يحمل تاريخه العسكري انتكاسات منذ أيام الدكتاتور قفز إلى المشهد بانقلاب انتهى بما يعرف بعملية الكرامة التي اتضح فيما بعد أنها مجرد غطاء لعودة النظام السابق بعدما اتضحت معالم مساره ضد ثورة 17 فبراير. يعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا إلى حين إيجاد الآليات الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خارطة الطريق. وكما كانت مقاومة رتل القدافي في عام 2011 قاوم مشروع حفتر نخبة من ثوار بنغازي ومصرات وطرابلس ومدن أخرى، غير أن بعض ثوار التحقوا بصفوف الكرامة ليصبحوا بين ليلة وضحاها أعداء لحلفاء الأمس، بالإضافة إلى استعانة حفتر بمقاتل النظام السابق. تحيي الحركة التحام جماهير الثورة الشعبية مع طلائع الجيش الليبي والأجهزة الأمنية التي هي نفس القوات التي قدمت إلى بنغازي قبل 3 سنوات، لكن هذه السنة عاد إلى شباب بنغازي الوعي واكتشفوا مؤامرة فبراير.
الثورة والثورة المضادة، عنوان البعض لمسلسل الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ إعلان الكرامة وحتى اليوم. لكن الإجماع هو أن تضارب المصالح فيما بعد الثورة أضر بها وهز وحدة ثوار فبراير، مما كان نتيجة أو سببا ربما لانقسامات وصلت إلى حد ولم يرد لها بعد أن تنتهي. لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا هنا في الاستوديو القائد الميداني بثوار الجابية سالم صبحي، كما ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية الشيخ محمد التائب أحد مشايخ مدينة بنغازي، وعبر سكايب المحلل السياسي مفتاح لملوم، ومن بنغازي عبر الهاتف أحد مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي فضل الله العبادي. أبدأ بضيفي هنا في الاستوديو. سيد سالم، بداية كثائر وأحد الثوار المشاركين في ثورة فبراير، كيف رأيت الاستقطاب العسكري الذي شهدته ليبيا بعد الثورة، وأين أنتم كثوار من هذا الاستقطاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا في هذه الذكرى، ذكرى تصدي لرتل الموت والدمار، أحيي ثوار المنطقة الشرقية وثوار بنغازي، وأيضا أترحم على الشهداء الذين قضوا نحبهم في ذلك اليوم وتلك الأيام العصيبة. بالنسبة لسؤالك عن الاستقطاب أو عن الاستقطاب العسكري، هو عبارة عن لا شك يعني تحكمه عدة ظروف، منها نستطيع أن نثبت الخيار الأول، وهو أن الانقسام السياسي الذي حدث بالذات في المؤتمر أو بداية المؤتمر الوطني، ونحن نعلم أن حدث انقسام سياسي وهو معروف لدى الجميع، هذا الانقسام وبعض القضايا التي طرحت في المؤتمر كقانون العدل السياسي وغيره من القوانين هي جعلت الاستقطاب العسكري من أسباب هذا من أسبابه. يعني مثلا لما نتكلم عن عزل شخصيات عسكرية قرابة 2000 شخص أو أكثر، هذا لا شك أنه يؤثر في أن يكون هناك استقطاب عسكري، لأن يعني هذه الثلة أو هذه المجموعة من العسكر لا تريد أن تبتعد عن مسار المسار السياسي. إذا أنت ترى أن هذا الاستقطاب العسكري سببه هو الانقسام السياسي، أحد أسبابه. طيب دعني أخذ رأي. نعم أحد أسباب. أنتقل إلى السيد معي عبر الهاتف من بنغازي فضل الله العبادي، وهو أحد مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي. بداية يعني سيد فضل الله، كيف تنظر إلى كل هذه التحالفات والتجاذبات العسكرية والاستقطاب العسكري خاصة بعد ثورة فبراير حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. طبعا أخي الكريم، لا يخفى على ذي عقل ومتتبع لما يجري الآن في ليبيا عامة وبنغازي خاصة من تحالفات جيش القبائل وتحالفات كتيبة التبو بالأخص يعني مشروع عيسى عبد المجيد، وكذلك يعني تحالفات عسكر الذين كانوا يعني في النظام السابق، وكذلك يعني مشروع حفتر كان يجهز له من بعد الثورة، قول يعني بداية 2012 كان يجهز لهذه العملية، وكان هناك من العقداء ومن الضباط الذين كانوا يقاتلون مع الثوار في بداية ثورة 17 فبراير، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. كان عندهم هذا الأمر واضح جلي أن حفتر كان يجهز لهذه العملية، وهؤلاء العقداء كان يعني تبرؤهم واضح من النظام السابق ومن قوانينه، فكانوا يخبرون الثوار أن حفتر كان يجهز لهذه العملية المشؤومة ضد الثوار الصادقين الذين خرجوا بداية ثورة 17 فبراير. وأنا يعني في هذا الصدد يعني أقول يعني نسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل الثوار الصادقين، وأن يتقبل كذلك
يعني الطيارين الذين كانوا يعني في يوم 19/3 كان لهم يعني الدور الكبير في تحرير المدينة، مثل العقيد الفخري الصلابي والعقيلي وسمين. كنا نسمع عن هؤلاء، الغرفلي كذلك، كنا نسمع عن هؤلاء الطيارين ولا نسمع عن إدريس العبيدي وصقر الجروشي ومن نحى نحوهم. كنا نسمع عن هؤلاء ولا نسمع عن إدريس العبيدي وصقر الجروشي. كذلك كنا نسمع عن رف الله ولم نسمع عن حفتر في دخول يوم 19/3. كذلك كنا نسمع عن سالم دربي ولم نسمع عن سالم عفاريت. كذلك كنا نسمع عن صالح الدرسي، صالح النص تقبله الله. المقدمة كان يعني معروفة، نقطة كانت عند كوبري طرابلس، كان يعني في التصدي لأزلام النظام في الثورة. أين كان كل هؤلاء؟ كنا نسمع عن صالح الدرسي ولم نسمع عن بوخمادة. كان يعني بوخمادة بهذا الصدد كان يوم 19/3 في إحدى البيوت، وهذا التاريخ يسجل ولا يرحم أحد. هذا التاريخ أخي الكريم حتى يعلمه القاصي والداني لا يرحم أحد. أين كان كل الأسماء التي ذكرتها سيد فضل الله؟ أعذرني على المقاطعة سيد فضل الله. الثورة المضادة، هل أنت في الاستماع؟ ما يجري هو كان يعني تنسيق من 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 يبدو أن سيد فضل الله لا يسمعني، سأعود إليه ريثما يستمع إلي جيدا. أنتقل الآن إلى مصراتة وعبر الأقمار الاصطناعية من هناك الشيخ محمد التائب. شيخ محمد، هل ما شهدته ليبيا من استقطاب عسكري بعد ثورة فبراير هو نتيجة انقسام سياسي أم أن العكس هو الصحيح؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو لعل يعني أحييك أخي الكريم، وأحيي قناتكم الموقرة والعاملين بها، وأحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. أهلا بك. و يعني الحقيقة أن مثل ما تفضل الأخ المجاهد سالم الصبحي بأن هذه إحدى المبررات لهم لتجمعهم واستقطابهم، ولكن هناك كثير من الحيثيات التي جمعتهم على بعضهم، وكثير من المصالح والتقاطعات التي توحدوا بها وتجمعوا عليها. فنشاهد التصريحات واضحة جدا، تصريحات النظام السابق وتصريحات القبليين والجهويين وتصريحات الأزلام والمخربين، يعني جمعهم رأي واحد وقول واحد وتجمعوا على شخص واحد. ولكن للأسف أن التوقيت كان خاطئ، وأن المكان الذي اختاروه لإقامة وإعادة نظامهم السابق كان خاطئ، واختيار الأشخاص والقيادة التي اختاروها يعني والتفوا حولها كذلك خطأ. فالتفوا على المهزوم الأسير الصعلوك السابق في تشاد، الذي ليس له إلا الدمار والإهلاك وتضييع يعني تشاد، وتضييع الشباب الليبيين كذلك. ليس تضييع ودمار تشاد فقط، وإنما دمر حتى جيل كامل، جيل الستينات، يعني يكاد يعني ضاع خلف هذا المجرم في حروب تشاد، الحروب الوهمية. كذلك يعني هذا المجرم الصعلوك كان قاضيا عسكريا للقذافي، وحكم على كثير من الشباب بالإعدامات، الشباب الثائر، الشباب الذي لم يرضى الذل. ولكن للأسف اتبعهم كثير من الذين استمرأوا العبودية وعاشوا في ظل العبودية، ويعني أحنوا إلى العبودية، فوجدوها في هذا المظهر، بدءا بشعاراتهم نبو سيسي كيف سيسيهم وما إلى ذلك من الحنين إلى البيادة العسكرية والحذاء العسكري والضغط عليهم. ولكن يعني هذه الجميع كذلك يعني ضعف حتى الإيمان، وضعف يعني له دور كبير وبارز. يعني يقاتلون من أجل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أنه يقاتل الرجل حمية ويقاتل يعني للقبيلة ويقاتل شجاعة وكذا، فأيها في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهؤلاء رأيناهم وهم يرفضون شرع الله تبارك وتعالى، رأيناهم وهم يرفضون دين الله عز وجل. يعني جمعتهم كل هذه الأمور حول هذا المهزوم الذي عجز حتى الآن عن دخول شارع أو شارعين فقط من الصابري مثلا أو من إحدى المناطق. طيب، سنتحدث في هذا الثواري. نعم، ابقى معي شيخ تايب، سنتحدث في هذا بشكل أكثر تفصيل في هذه الحلقة، ولكن دعني أنتقل إلى السيد مفتاح لملومه، هو المحلل
السياسي سيد مفتاح، هل ما شهدته ليبيا الآن من استقطاب عسكري هو نتيجة انقسام سياسي أم أن هناك أسباب أخرى أم ترى العكس؟ بسم الله، تحياتي لك وضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة النبأ. أهلا بك. أولا دعني أترحم على شهداء ثورة فبراير وأقول أن دماء هؤلاء يجب أن لا تضيع هباء، وأنا أرى أنها قد ضاعت هباء لأن ما استشهدوا قد نساهم إخوتهم الليبيون ونسوا أسرهم ونسوا حتى الاهتمام بهذه الأسر. على العموم لو سمحت لي أريد أن أعرج على شيء مهم جدا. قناتكم هذه تصل ليس للليبيين فقط وإنما تصل للعالم الآخر أيضا، ومن العار والعيب أن نسمي مؤامرة بثورة مضادة. موسى إبراهيم عندما تحدث في حديثه الآن واستمعتم إليه لم يشر إلى ثورة فبراير وإنما قال مؤامرة فبراير، يعني بالدقة ما يتحدث عنه. أنتم تقولون ثورة الكرامة، الكرامة هي عمل انقلابي ولا يمكن أن يطلق على عمل انقلابي اسم ثورة. مفهوم الثورة يختلف عن الانقلاب العسكري. ما قام بالقذافي في 69 هو انقلاب عسكري استولى عليه اغتصب السلطة به، وما يعمله خليفة حفتر هو امتداد لانقلاب سبتمبر، هو عامل تآمري مؤامرة. خليفة حفتر لما توقف قال سيعطل الإعلان الدستوري. الآن تقولون ثورة مضاد، أنا تحدثت أكثر من مرة على هذه على قناتكم بالذات ولا زلتم تشيرون إليها على أنها ثورة مضادة. هذا عار وعيب، هذا يعني أن الليبيين عند العالم الآخر لا يفهمون في السياسة وأنهم لا يميزون بين الثورة والانقلاب. فأرجوكم لا تشيروا إلى ما يقوم به حفتر إلى الكرامة على أنها ثورة، هي ليس ثورة، هي عمل انقلابي لاغتصاب السلطة. إجابة على سؤالك، هناك عوامل أخرى هي التي قادت إلى ما نحن فيه الآن. هذه العوامل تتلخص عندما قامت الثورة، ربما كان هناك مؤامرة من داخل البيت، ربما كان هناك عمل انقلابي من قبل الابن على أبيه مثل ما يحدث في دول الخليج، وأن ثورة فبراير قد فاجأت هؤلاء، ونظرا لأن لم تكن هناك قيادة، لأن الشباب الذين انطلقوا في شوارع بنغازي لم تكن هناك قيادة تحركهم أو تشير لهم بما يقومون به، وبالتالي التف هؤلاء الذين فوجئوا بهذه الانتفاضة بهذه الثورة من الالتفاف بها. الالتفاف وسرقة ثورة فبراير حدثت من الأسبوع الأول، ومن الأسبوع الأول نحن رأينا أن بقايا ليبيا الغد هي ما مسكت بزمام السلطة في ذلك الوقت. حتى المجلس الوطني الانتقالي لم نكن نعرف كل عناصره ولم يعلن عن كل عناصره، وهذا كله كان مخطط له. ما جرى الآن مكن له في فترة المجلس الوطني الانتقالي عناصر ليبيا الغد ومن التف معهم ومن تعاون معهم، هم من سيطروا على البلاد، هم من مسكوا بزمام الأمور، ونراهم الآن. ليش هذا الاستقطاب السياسي الذي يحصل؟ الاستقطاب السياسي ليس بعيدا عن هذه عن بقايا ليبيا الغد. أحمد قذافي الدم، من هم وراء أحمد قذافي الدم؟ من يتحركون في مصر؟ من يتحركون في ليبيا؟ هؤلاء كلهم لهم علاقة بليبيا الغد. الآن مثل الاستقطاب السياسي والاستقطاب العسكري هو فعلا حصل من بداية الثورة ومن فترة المجلس الوطني الانتقالي. من نراهم يستقطبون عسكريين الآن؟ من يستقطبهم؟ يستقطبونهم من كانوا مع ليبيا الغد. وبالتالي المؤامرة هي ليست جديدة، المؤامرة قد بدأت خيوطها تنسج من يوم أن قامت الثورة، وبكل أسف لم يكن هناك من يريد أن يسمع أن هناك عمل يدبر ولا زال يدبر، وكل ما يجري الآن يشير إلى أن ليبيا الغد أصابع ليبيا الغد ومن كانوا في ليبيا الغد هم رأى كل ما يحدث الآن في ليبيا. طيب دعني الآن أرد عليك بخصوص موضوع الثورة المضادة، هي ربما سياسة تحريرية للقناة ونحن هنا كصحفيين ملتزمين بها وملتزمين بالمعايير الصحفية داخل هذه المؤسسة. أنتقل الآن إلى ضيفي في الاستوديو مجددا السيد سالم صبحي. سيد سالم، يعني ما الذي أدى إلى كل هذا التفتت والانقسام داخل الثوار والذي ربما استغله البعض للقدوم بثورة مضادة
في المنطقة الشرقية؟ أولاً أخي الكريم، نحن لابد أن نستوعب أن معنى كلمة ثورة هو أنه أمر عفوي يحدث للشعب في وقت ما من دون أي تدبير مسبق. والثورات في العادة التي تكون شعبوية لا يكون لها رأس واحد، وإنما قد يكون لها عدة رؤوس وعدة اتجاهات. نحن نتفق أن لما نرجع إلى 2011 كل طوائف المجتمع وكل السياسيين أو أيضا الناس العاديين على اختلاف مشاربهم واختلاف آرائهم وأفكارهم قد انتفضوا ضد هذا الظلم وضد هذا الطغيان. وقد يكون كثير حتى من الشباب الصغار يثور ولا يعرف ما هي أسباب هذه الثورة. هذا معنى كلمة ثورة. فلابد أن نتفق أن الثورة لها عدة اتجاهات، ولكن عندما نأتي إلى البناء يحدث الاختلاف، وهذا أمر طبيعي جدا في تاريخ أي ثورة إذا نحن رجعنا كل الثورات التي حدثت من قبل. ولكن للأسف الشديد الذي حدث وهو الخطر الذي دهم الثورة ليس الاختلاف الطبيعي بين الثوار أنفسهم، وإنما التدخلات، سواء التدخلات الخارجية أو أيضا كذلك الدولة، ما يسمى بالدولة العميقة. نحن نعلم أن دولة القذافي مكثت 42 عاما، هناك مؤسسات قامت بعد دولة القذافي، يعني بعد نظام القذافي، يعني مؤسسات قامت على فكر هذا الرجل، فليس من السهل انتشالها بالكلية، وبالتالي أصبحت هناك دولة عميقة تعرقل النظام الجديد. ابقى مع السيد صبحي. السيد فضل العبادي، كيف تحول حليف الأمس إلى عدو اليوم؟ أخي الكريم، أعد سؤال ويريد توضح السؤال. ماشي، طيب، أنتم كثوار، سأوضح لك السؤال. كثوار، هناك البعض منكم انضم لعملية الكرامة وكان ربما حليفكم بالأمس. نعم أخي الكريم، لابد أن نعلم أن الثوار الذين خرجوا ضد القذافي كان، يعني وإن كانت تختلف يعني بعض رؤاهم، في اللي خرج من أجل يعني مناصب، في اللي خرج من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، وهذا ما نحسبه عليه يعني الآن الثوار الصادقين الذين يقارعون حفتر ومن لف لفهم. لكن لابد أن نعلم أن ثوار في بداية ثورة 17 فبراير هناك من يعني خرج لكن لا يعلم حقيقة خروجه، هذه لابد أن نسلم بها. والآن حفتر لما دخل من طريق الساحل ودخل المدينة بنغازي اعتمد على يعني ضعيفي الأنفس، واعتمد كذلك على خريجي السجون، واعتمد كذلك على من لهم يعني سوابق في مدينة بنغازي، ويعلم ذلك القاصي والداني في داخل مدينة بنغازي. إن سألت الآن عن الثوار الذين هم يقارعون حفتر ومشروع الثورة المضادة، يقولون لك هؤلاء نعرفهم يوم 19/3، نعرفهم، كانوا يعني خرجوا لا يريدون شيء، يريدون أمن البلاد واستقرارها، يريدون يعني دولة يعني قائمة على مؤسسات حقيقية صالحة بأن تكون دولة راشدة، بأن تكون لها جيش وشرطة، ليست بعقيدة ونظام السابق. لكن هؤلاء الثوار قلة، لابد أن نعلم أنهم قلة خرجوا على مبادئ وقيم في بداية ثورة 17 فبراير. أما الذين هم الآن يقاتلون داخل عملية الكرامة، كان لهم يعني خروج لكن ليس لهم يعني خروج بمبادئ وقيم كانت مثل هؤلاء الثوار، كما نحسبهم والله حسيبهم. خرجوا وسام بن حميد، هذا لا يشك أحد أنه كان يعني رجل كان يعني خرج على النظام السابق ولا يريد منه شيء، لا مناصب ولا شيء، خرج يريد أمن واستقرار البلاد. كذلك يعني ممن قضوا نحبهم الحاج يحيى المدصبي، سالم الدربي، أنا أسمي لك كثير جدا من الثوار الشرفاء، ويعرفون بعضهم سواء الثوار
في المنطقة الغربية سواء ثوار المنطقة الشرقية. سنكمل الحديث معك سيد فضل الله العبادي، ولكن دعني أخرج لفاصل قصير ونواصل الحديث معك ومع ضيوفي والمشاهدين الكرام. فاصل ونواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيوفي الكرام مرة أخرى، وأستكمل النقاش مع السيد فضل الله العبادي أحد ثوار مدينة بنغازي. سيد فضل الله، كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن كيفية الطريقة التي جعلت ربما بعض الثوار ينضمون إلى عملية الكرامة والأغراض والدوافع التي أدت بهم إلى ذلك. أكمل لو سمحت. أخي الكريم، قلت لك فيما سبق أن هناك من خرج لأجل مبادئ وقيم في بداية ثورة 17 فبراير، اللي هو رفع الظلم وإقامة العدل، وكل يعني الشعب نحسبهم والله حسيبهم خرجوا لهذا الهدف الرئيسي. لكن هناك من خرج لأجل طلب المناصب، هناك من خرج لأجل المال، هناك من خرج لأجل أن يعني أن يعني يكسب بهذه الثورة الجاه والسلطان. لكن الثوار الآن الذين يقارعون حفتر هم خرجوا لأجل مبادئ وقيم، لابد أن نعلم، ونحسبهم الله حسيبهم ما خرجوا لطلب مناصب أو طلب يعني دنيا زائفة. لكن حفتر ومن لفهم كان يعني هناك من العقداء الشرفاء الذين تبرؤوا من النظام السابق، وهذه شهادة ألقاها أمام الله عز وجل، أن هناك من العقداء الشرفاء الذين تبرؤوا من النظام السابق ومن قوانينه، كانوا يقولون أن حفتر كان يسعى لهذه العملية التي نراها اليوم في بنغازي. نعم. من سنة 2012، الكلام هذا من سنة 2012. هناك من هو الآن من العقداء من هو مقعد، هناك من هو مشلول، نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيهم شفاء عاجلا. طيب. وهناك يعني من قادة الثوار كما نحسبهم وما حسيبهم كذلك من هو مقعد ومن هو مشلول الآن، لكن هذه العملية المشؤومة كانوا يعلمونها جيدا، أنه كان حفتر يسعى لهذه العملية من سنة 2012، وهذا للعلم لأهلنا في مدينة بنغازي وليبيا عامة. طيب ابقى معي سيد فضل الله، سأعود إليك مجددا. سيد مفتاح لملوم، لو سلمنا بأن هناك استقطاب عسكري في مدينة بنغازي، ما هي أسباب وعوامل هذا الاستقطاب برأيك؟ من حقكم أن تسموا مؤامرة حفتر بثورة، ولكن أنا لا يشرفني أن أكون في منبر إعلامي يسمي مؤامرة بثورة، ولهذا أستودعكم وتصبحون على خير. شكرا جزيلا لك سيد مفتاح لملوم المحلل السياسي. سأكمل الحلقة على أي حال مع باقي ضيوفي الكرام. أنتقل الآن إلى ضيفي هنا في الاستوديو السيد سالم صبحي القائد الميداني بثوار أجدابية. أنت كثائر وكنت في الجبهات، برأيك بعد كل هذا وبعد 5 سنوات أو ربما 4 سنوات مضت بعد الثورة ثم انطلقت عملية الكرامة، ما الذي جعل هؤلاء ينضم إلى عملية الكرامة؟ الانضمام لعملية الكرامة تقصد أنت الذين كانوا مع الثوار، الشخصيات التي كانت مع الثوار؟ نعم بالتحديد. سواء عسكريين أو مدنيين. الأسباب عدة. بالنسبة للعسكريين هم صنفين، اللي هم نستطيع أن نقول أنهم انضموا لعملية الكرامة، هم صنفين. صنف من العسكريين كانوا في الثورة وكانوا أيضا يعني يريدون الانقلاب على الظلم، ولكن خرجت عدة أمور أو حدثت عدة أحداث، ومع وجود إعلام يعني يسحر العقول حدث لهم ما حدث.
يعني لا ننسى أن بعض الاغتيالات التي حدثت في مدينة بنغازي كانت تطال كثير من العسكريين وغيرهم، ونحن نعرف أن السبب من يفعل ذلك هم عدة فئات ولا نستثني أحدا، ولكن قطعا أن إحدى الفئات هو من يريد أن يستثمر هذه الأحداث أو هذه الاغتيالات لهؤلاء العسكريين الذين كانوا رافضين لعملية الكرامة أو لانقلاب حفتر. فحفتر أراد هذه الفئة أن تأتي إليه، وكيف تأتي إلا إذا شعرت بخطر يداهمها وليس لها منقذ إلا مشروع حفتر؟ هذا موجود، ونحن نتفق أن هذه الاغتيالات التي حدثت من بنغازي كانت يعني كثير من هذه الاغتيالات معدة مستبقا يستفيد منها من هو مستفيد منها اليوم. وأيضا لا نستثني أن هناك اغتيالات طالب العسكريين وغيرهم من فئات متطرفة. طيب استفاد منها حفتر. سأعود إليك من جديد. نعم. شيخ محمد التائب، هل يمكن القول الآن أن بنغازي لم تحافظ على مكتسبات الثورة؟ والله أخي الكريم، هو الآن الحرب على أشدها بين مشروع الثورة والمشروع المضاد لثورة 17 فبراير. ف يعني القنوات الإعلامية، يعني آخر شيء هؤلاء الصعاليك الموجودين في يعني في الأمم المتحدة على أنهم يمثلون الشعب الليبي، فيريدون ويطالبون بإغلاق قنوات النبأ والتناصح وغيرها من القنوات يعني الثائرة. فهؤلاء يعني يغضبهم هذا الصوت، صوت النبأ وصوت يعني بعض القنوات الأخرى التي تقف في صف 17 فبراير ولا زالت تحافظ على هذا النفس، نفس الثورة. فهذا من الناحية الإعلامية، مع الضخ الإعلامي ومع طبعا وأنت أعلم يعني وأدرى بأن الإعلام يحتاج إلى أموال طائلة حتى تصل الصورة والصوت إلى الناس. كذلك التضليل الآخر، التضليل يعني في مساجد بنغازي مثلا، يعني يعتلي المنابر ويتحدث باسم شرع الله عز وجل، وناس لا حظ لهم من شرع الله تبارك وتعالى، فيضللون الناس بأن هؤلاء الشباب المقاومين والثائرين، نسأل الله سبحانه وتعالى ربي ثبتهم إن شاء الله ويعينهم ويتقبل الشهداء منهم وجميع شهداء ليبيا، بأنهم خوارج وأنهم يعني متطرفين وأنهم يعني كل ما فيه وصف للشيطنة أو كل ما فيه وصف للتقبيح ويستقبحه العقل والفطرة، كلها ضعونها على ثوار بنغازي اللي هم أبنائهم الذين وقفوا في الرتل، يعني كثير منهم وقفوا في الرتل وكثير منهم يعني انضموا إليهم، لأنهم يرفضون الظلم من أي كان، سواء من القذافي أو من حفتر أو من غيرهم. فالآن يقفون، دافعوا عنهم في 17 فبراير، دافعوا عنهم في 19/3، دافعوا عنهم في أثناء محاصرة جدابية في البريقة في سرت في غيرها وفي غيرها من مناطق المنطقة الغربية والجنوبية، ولكن يعني الآن يتنكرون لهم بل يتعاملون معهم بكل قسوة بكل ظلم، وتجد الألفاظ وتجد حتى من يستهزئ للأسف، يعني لا أحيانا نسمع منهم حتى في بعض المقاطع والمسجلة يستهزئون بالعلماء، يستهزئون بفضيلة الشيخ الصادق الغرياني مفتي الديار وببقية الشباب، ويضعون فيهم أوصاف، وللأسف أن كثير منهم سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين يسمعوا في هذا الكذب وهذه الافتراءات برغم علمهم وتيقنهم، ويعرفون جيدا بأن الثوار بعيدون كل البعد عن هذه الأوصاف. طيب. لكن يا أخي هي المعركة كبيرة جدا والمؤامرة كبيرة جدا، سميها مؤامرة سميها، نحن لا ننظر إلى التسميات بقدر ما ننظر إلى المسميات يعني. فهذه المؤامرة التي تحاك وتدبر خارج الوطن ويقودها للأسف يعني أناس، حتى يعني تحدثت حضرتك على هؤلاء الذين كانوا رفاق السلاح فعلا وكانوا معنا في الجبهات وكانوا معنا في المعسكرات، ولكن هو الله عز وجل يثبت القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن مثبت القلوب أن يثبت قلوب الإيمان والأعمال بالخواتيم. يا أخي الكريم، يعني نحن نرى كثير ممن كان يقف في صف ثورة 17 فبراير وكان معارض فعلي للقذافي وعاش سنوات طويلة سواء داخل الوطن في السجون أو عاش خارج الوطن وهو يتكلم عن القذافي ومعارض للقذافي، ولكن فجأة
نجده يعني واقف بل جندي في صف المجرم حفتر الذي هو يمثل مشروع القذافي القديم. شيخ ما الذي يحدث؟ نسأل الله الثبات. سأعود إليك مجددا شيخ تائب، أنتقل الآن إلى سيد فضل العبادي. سيد فضل، هل ترى أن تضارب المصالح ربما سبب في هذه الانقسامات، وأنت كثائر ولديك خلفية على ما يجري على الأرض؟ أخي الكريم، من تعيد السؤال؟ نعم، هل تسمع علي جيدا سيد فضل الله؟ أنا أسمع إليك إن شاء الله. أنت كثائر ولديك دراية على ما يجري على الأرض بينكم كثوار من بعد ثورة فبراير حتى انطلاق عملية الكرامة، هل تضارب المصالح كان له سبب في هذه الانقسامات وانضمام بعض الثوار إلى عملية الكرامة؟ ذكرت لك أخي الكريم الذي أعرفه تماما، سواء في بداية ثورة 17 فبراير، سواء في دخول رتل القذافي يوم 19/3، هي الوجوه التي تقارع الثورة المضادة أو الانقلابيين أو المؤامرة التي يقودها العجوز الخرف حفتر ومن لف لفهم. أقول لك أخي الكريم، الثوار الذين عرفتهم في بداية ثورة 17 فبراير ويوم 19/3 هم مثل الوجوه التي كانت تصد الرتل القذافي يوم 19/3، لم يتغيروا ولم يتبدلوا، بل كانت لهم مبادئ وقيم، يريدون دولة عادلة بجيش وشرطة، لكن ليس بعقيدة والنظام السابق. طيب سيد سالم، هل الأساليب التي تبعها حفتر في استقطابه العسكري لبعض الأطراف السياسية هي أساليب يصفها البعض ربما بغير المنطقية أو غير الشفافة، كيف تصفها أنت؟ نعم، هي للأسف يعني كما ذكرت، يعني هي الأساليب ليست بالجديدة على الشعب الليبي. نحن نعلم عندما حدث انقلاب 69 كان في العشر سنوات الأولى بعض الأصوات التي عارضت النظام الجديد الدكتاتوري العسكري، وكان يقابلها هذا النظام بنفس الطريقة التي أتى بها حفتر. ونحن نعلم أن حفتر هو من أبناء ذلك النظام، فهو يعرف جيدا، فقد درس في الجامعة القذافية دراسة عملية في تصفي كيف أن يصفي خصومه، كيف يضع الفتنة بين أتباعه حتى يفرقهم وحتى يستحوذ على الحكم. وما نراه هذه الأيام من الاختطاف من أبناء القبائل العريقة في الشرق الليبي والزج بهم في سجون الميليشيات التي تتبعه، هذا خير شاهد، بل التصفيات المنكرة التي يفعلها حتى يخيف كل من يريد أن يفكر بينه وبين نفسه. الآن نحن في الشرق الليبي للأسف تجد الإنسان في بيته يذكرك بسنوات العجاف، سنوات القذافي في عقد الثمانينات وعقد التسعينيات، التي يخاف الإنسان حتى وهو في داخل بيته. فهذه أساليب يعني قذرة معروفة يعرفها الطغاة يعني. طيب شيخ التائب، كيف يفسر عدم نجاح عملية الكرامة حتى الآن في تحقيق أهدافها وهي لم تحرر حتى مدينة بنغازي الآن؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر حتى نفسه وهذا الفاشل. فلأن عادة إذا أردت نجاح أي مشروع فلا بد من التخطيط الجيد، ولا بد من اختيار الأشخاص الجيدين والأجواء والظروف المناسبة. فكل شيء كان فاشل، كان اختيار الفاشلين، وكان اختيار يعني للأسف زج حتى بأطفالي من فيه اللي دون 18 والسادسة عشرة في الدخول، بل ويعني أدخل حتى بعض الناس المتخلفين ذهنيا، حاول أن يدخلهم إلى بعض الجبهات وبعض المحاور. فالشخص فاشل، الخطة فاشلة، الحقيقة أنهم واجهوا هؤلاء الأبطال وهؤلاء الرجال. أقول لك يا أخي، حتى بهذا المدد الذي يأتي من مصر ومن الإمارات ويأتي الآن من فرنسا تحت مسميات شركات أمنية أو غيرها، ولكن بالرغم من هذا كله، والله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. والله هؤلاء الذين يخالفون شرع الله عز وجل، والذين يبارزون الله عز وجل بالمعاصي،
والذين يحاربون أولياء الله اللي هم أولياء أهل القرآن وأهل الذكر وأهل الصلاة وأهل المساجد والمنفقون والمستغفرين بالأسحار، وهذه الذنوب التي نراها من اعتداءات على البيوت وعلى الحرمات ومن محاولة إعادة ملك نزعه الله عز وجل الذي ينزع الملك ويؤتي الملك لمن يشاء، فوالله هذه كلها سيصيبهم الله عز وجل ببعض ذنوب. ووالله لو تسمع حتى من بعض الكرامات أو بعض الأجواء التي يعيشها هؤلاء الشباب، هؤلاء الأسود، هؤلاء الأبطال، نسأل الله أن يثبتهم. ولا أقول ذلك لهم أنهم ملائكة أو ليسوا من جنس البشر، إنهم هم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن إن شاء الله صوابهم أكثر من خطائهم، ونحسبهم عند الله عز وجل من الصالحين، والله لن يتغلب عليهم. يا أخي الكريم، سنتين الآن من إعلانه المشؤوم على قناة العربية، ثم بعد ذلك دخوله شهر 5 إلى بنغازي، إلى الآن حتى لو أن الشباب لم ينسحبوا من الليثي ومن بوعظني وبعض المناطق، والله لم استطاع أن يدخلها هذا العجوز الخرف، هذا الزعلوك. شارعين أو 3 شوارع في منطقة الصابري اللي هي منطقة محاذية للبحر لا يستطيع أن يدخلها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذله. لن يستطيع السيطرة على بنغازي، لن يستطيع حتى السيطرة على على طيب. على شارع من شوارع ابقى بنغازي. ابقى معي شيخ تايب، سأعود إليك سأعود إليك من جديد شيخ تايب. دعني أعود الآن إلى ضيفي هنا في الأستوديو. تحدث الشيخ تايب قبل قليل عن دور دول إقليمية في هذا الانقسام السياسي وبالتالي انقسام عسكري، كيف ترى هذا الدور الذي لعبته الدول الإقليمية وساهمت به في انقسام عسكري بين الثوار، وأيضا ساهمت في بعض الانقسامات السياسية الأخرى؟ وللأسف الشديد أن هذا التدخل كان مبكرا، يعني نحن نعلم أن في ثورة 17 فبراير كثير من الدول دخلت، بل ممكن نقول أنها في بداية الأمر كان تدخلها ظاهريا من أجل دفع الظلم ومن أجل نصرة الشعب كان أعزل من السلاح وإلى غير ذلك. ولكن للأسف الشديد أن كما ذكرنا أيضا من أسباب الانقسام السياسي هو أن هناك بعض الدول منحت أو أنها فرضت على بعض الأحزاب السياسية أو الرؤى السياسية والشخصيات مخططات وأجندة معينة، مما زاد من الانقسام وحدثت هوة كبيرة جدا جدا بين أشقاء الثورة الليبية. نعم الشيخ التائي، في سؤال أخير، الكل يعلم الدور الذي قام به مشايخ بنغازي في مساندة ثورة فبراير، ما حدث للمشايخ بعد انطلاق عملية الكرامة كيف يمكن فهمه؟ هو هؤلاء المجرمون أكثر صوت يخافونه هو صوت الحق، ولا شك أن الكثير من المشايخ يعني يعلمون جيدا بأن كلمة الحق هي أعظم الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر، فكيف بهؤلاء الصعاليك يعني؟ فطبعا كثير من المشايخ والعلماء وأهل القرآن، ولعل على قناتكم الموقرة وغيرها من القنوات الثائرة يعني رأينا يعني صور الشيخ محمد بشعالة رحمة الله عليه، وكيف أخرج من بيته وكيف أحرق بيته أمام عينيه، وكيف دخل وانتهك حرمته هؤلاء المجرمون، كيف خرج الشيخ بشير السويد حفظه الله، هؤلاء أفنوا أعمارهم كلها من في كتاب الله عز وجل. فإذا لم ينتصر الله عز وجل فقط إلا لهؤلاء، لأهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، هو الذي اصطفاهم لهذا الكتاب، فهؤلاء يخافون من تعليم القرآن ويخافون من القرآن، بل حتى آخر الأيام يعني دخلوا إلى المساجد وأخرجوا كتب ومؤلفات للشيخ علي الصلابي أو للشيخ الدكتور صادق الغرياني، الشيخ القرضاوي وعايد القرني، أصبحت المعركة مع الكتب ومع الجدران، لا يستطيعون الوقوف أمام الرجال، فطبيعي جدا يخافون من العلم، يخافون من العلماء، يخافون من الدعوة. الشيخ محمد تايب، نظرا لضيق الوقت، أحد مشايخ بنغازي، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة، وأشكر أيضا فضل العبادي أحد ثوار مدينة بنغازي كان معي عبر الهاتف، وشكرا للسيد سالم الصبحي
أحد ثوار مدينة أجدابية. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام. في الختام نذكر بأن قناة نبأ هي قناة الثورة، ونحن ملتزمون دائما بالوقوف إلى جانب الثورة والثوار. الثورة هي خط أحمر، ونحن دائما ملتزمون بالوقوف مع ثورة فبراير. حفظ الله ليبيا، وإلى اللقاء.